لحظة في خبرية على الماشي لليوم. خليني أشوف. عصام كاريكا بيحتفل بزواج بنته. احتفل امبارح الفنان عصام كاريكا بعقد قران بنته على المهندس هشام الخطيب بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأحيى الحفل عدد كبير من النجوم ومحبي كاريكا، ومنهم تامر حسني، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، أحمد شيبة، مصطفى حجاج، حميد الشاعري، محمد محيي. وهذا الشيء جعله يتأثر خلال الحفل وقام بالبكاء. وخطفت بنته الأنظار بفستان زفاف جذاب مطرس بالكامل من تصميم دار الأزياء تايا كوتور، واللي أزهلت جميع المتابعين على السوشيال ميديا. وحرصت المخرج ماي عصام كاريكا على اختيار الألوان البارزة اللي بتنزم بشرتها وبتبرز جمال عينيها بالمكياج الناعم، فاعتمدت على الألوان الزاهية كالبينك والبن الفاتح. بدأ الحفل بفقرة الفاير شو لمصمم الاستعراضات النارية الشهير الفنان أحمد عصام بحضور كوكب من نجوم ونجمات الفن والغناء ومشاهير الرياضة والمجتمع. وكان من أول الحاضرين الفنان يسرى والفنان أحمد آدم ومنذر رياحنا وحميد الشاعري وحكيم وعبد الباسط حمودة ومصطفى كمال وحلمي عبد الباقي والمطرب بوسي ومحمود الليثي ومحمود شاهين والملحن محمد رحيم وعزيز الشافعي وليد سعد الشاعر تامر حسين وأحمد باتشان. ومن نجوم كرة القدم حضر الكابتن السعودي سعيد العويران ومرتضى منصور وتامر بيجاتو وأحمد شوبير. خلص خلصت خبريه.